بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة اللي فاتت واللي قبليها اتكلمنا على الجايدز والجريدز والرولرز، وشوفنا قد ايه هم مفيدين جدا بان احنا بنعمل ارينجمنت للاوبجكتس اللي احنا بنعمله على ادوبي الستريتور. في طبعا حاجة تانية مهمة جدا وهي موجودة باي ديفولت، يعني موجودة في ادوبي الستريتور وبتساعدك كتير جدا. يعني انا عندي شكلين هوت موجودين على الشاشة، لو فرض ان الشكل هوت عايز مثلا احركه وحطه بس يكون الحرف بتاعه ده هو مع استقامة أو مع طول الحرف ده هو، يعني يكون مع الشكل ده هو. طبعا أول ما بسحبه كده مثلا، أول ما باجي هنا كده لو لاحظنا في خط بيظهر هو، تمام، الخط الأخضر بيظهر هو بيقولك إن الشكل دلوقتي الطرف الشمال بتاعه موازي للطرف اليمين أو على نفس استقامة الطرف اليمين بتاع الشكل ده. طبعا لو عايز منتصف الشكل ده يكون في منتصف الشكل ده، بسحب تاني كده، تمام، اول ما بسحب ابص، تمام، شفنا شكل الجايد الاخضر ده اللي بيطلع ده. طب لو عايز الطرف اليمين اعمل له الاينمنت مع الطرف الشمال دوت، بمسحبه تاني كده اهو، شفنا الجايد الاخضر طلع اهو، تمام. نفس النظام لو حطيته هنا مثلا اهو، شفنا اهو المنتصف اهو او فوق، او اخلي المنتصف بتاعه اهو منتصف بتاعه مع المربع الاسمر اللي فوق ده. الجايد اللي بيظهر ده اسمه سمارت جايدز، وهو موجود اصلا في عندك هنا تحت فيو حاجه اسمها سمارت جايدز. لو مش موجود مثلا، لو انا شيلته مثلا، بص كده لما اجي اشيل ده، طبعا عايز احطه هنا بس يكون على نفس الخط ده، طبعا ما اقدرش احطه لان السمارت جايدز مش موجوده. فايه، بروح على فيو وبختار سمارت جايدز اللي هي كوماند يو او كنترول يو لو انت على الويندوز، تمام، بعمل لها تيرن اون، وفي الحاله دي بيظهر السمارت جايدز اهو، تمام. فالسمارت جايدز ده يعني بصراحه يعني انا يعني اي ملف بشتغل عليه طبعا بستعمله كتير جدا لانه بيساعد في الالاينمنت، تمام، وبيساعد ان انت بتحط الشكل وبسرعه، فده مفيد جدا جدا. فيك تتحكم طبعا في خصائص السمارت جايدز دوت من عن طريق الريفرنسز. لو رحت على ضغطت في اي مكان فاضي ورحت على بريفرنسز دوت، وبتلاقي حاجه هنا اسمها سمارت جايدز. السمارت جايدز هي طبعا بيديك اللون بتاعه، طبعا فيك تختار اللون اللي انت عايزه وتختار من كاستم من هنا من الالوان الموجوده هنا. فيك هنا بيتحكم في الحاجات اللي ممكن تظهر، يعني عايز الانكر بوينتس، عايز هو يعمل سناب للالاينمنت جايدز للاوبجكت هايلايتد، حاول مثلا تعمل دي سيلكت الحاجات ديت وتشوف ايه اللي بيحصل، وهكذا لو انت ما انتش فاهم مثلا حاجه من الحاجات الموجوده دي. فيك طبعا يظهر الترانسفورم تولز لو عنده، لو عايز يظهر الترانسفورم تولز اللي هي بتاعت سيلكشن تولز، بحيث انك تعمله ترانسفورم. في الكونستراكشن جايدز يعني بيخليه يعمل له انجلز، طبعا لو اخترت ديت بيظهر لك بالدرجات ديت اللي هي الانجلز ديت، بحيث ان هو يعمل سناب لو انت عايز تعمله بانجلز، لو انت عندك شكل معين عايز بدل ما هو يعمل مثلا دي يعمل سنابنج للايدج بتاع الشكل، يعمل سناب على ايد برضو درجات 45 195. السنابنج تولرنس ديت دي اللي هي بيحدد يعني حساسيه السنابنج وحساسيه الحركه اللي انت الايدج اللي هو بيعمل له سناب. طبعا هم طبعا 4 بوينت معقوله جدا جدا، والحاجات دي كلها طبعا فيك تغيرها. دي الطريقه ان انت تغير السمارت جايد. انما بصراحه انا من يوم ما استعملت الستريتور وبحس ان الديفولت ديت ما بغيرهاش لان هي مناسبه جدا جدا للشغل. زي ما قلت السمارت جايد بتظهر فقط لو انت حاولت تعمل الاينمنت الشكل مع شكل او شكل مع جايد. شوف اهو زي ما احنا شايفين، حاول ترسم شكلين، يعني مش شرط يكون مستطيل او مربع، فيك تعمل دايره. لو انا عملت مثلا دايرتين اهم، تمام، لو انا عملت دايرتين اهوت، تمام، فينا برضه لو انا احاول احركها، بص السمارت جايد اهو بيظهر، شايف بيظهر كده في النص بالظبط اهو، لو على الشكل من هنا اهو، تمام، جيت تحت برضه الخط الاخضر بيظهر اهوت في النص، تمام. حاول تمارس الموضوع ده مره واثنين وثلاثه لان السمارت جايد ده مفيد جدا جدا وهينفع ان شاء الله في بعض التطبيقات اللي هنشتغل عليها. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.